معالي الوزير، احنا ربطنا كده مصر بشبكة مواصلات وطرق نقل ذكية مستدامة كل المحافظات في كل الأماكن، في كل المحافظات وفي كل الأماكن. بعض الناس ممكن مثلا بتسأل أنا استفدت إيه؟ طرق، كباري، أكيد سمعت السؤال ده كتير طبعًا. حضرتك طبعا يعني التذكرة، نقول لهم أهمية إن احنا نربط مصر بالطرق وبالكباري وبالموانئ بهذا الحجم الكبير من الشبكة المتطورة، استفدنا ايه؟ لما جينا في 2014 بصينا على 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 مصر وازاي تتم تنمية مستدامة فعلا في مصر، ازاي نعمل صناعة وانا ما عنديش طريق يوصل للمصنع، ازاي نعمل مزرعة في شرق العينات وفي توشكا وانا ما عنديش طريق يوصل للمزرعة، ازاي اعمل منطقة صناعية في جرجة وانا ما عنديش طريق يوصل، ازاي اعمل مينا متطورة عشان اصدر الانتاج الزراعي بتاعي او الصناعي او حتى عشان استورد الخامات والمواد الاولية اللي انا عايزها من غير مينا. فلقينا ان احنا لازم ننهض بشكل كبير جدا بمنظومة البنية الاساسية، منظومة البنية التحتية. منظومة البنية التحتية مش طرق وكباري فقط، لا طرق وكباري، ده سكك حديدية، ده مواني، ده اتصالات، ده كهرباء، ده غاز، كل دي البنية التحتية. زائد بقى اللي احنا دخلنا فيه جديد وهو شبكة من المحاور اللوجستية اللي بتعتمد على المناطق اللوجستية وعلى والموانئ الجافة ومناطق الانتاج. يعني ايه محور اللوجستي؟ عشان الخص لك كل طب يعني ده الكلام ده كله كان مهم جدا، زي ما قلت لحضرتك ما كنتش هتقدر عشان تبني فعلا نهضة وتنمية شاملة لازم تربط الحاجات دي ببعضها. لازم زي ما قلت لحضرتك توصلي ازاي للجبل عشان تعملي مزرعة او تعملي مصنع وانت ما عندكش طريق يوصلك، توصلي ازاي حتى بلاش للجبل، توصلي ازاي للعاصمه الاداريه الجديده وتعملي جامعات وتعملي مستشفيات وتعملي مساكن وانت ما عندكش طريق ولا عندك سكه حديد توصل. فاساس التنميه وبدايه التنميه بتبدا دايما. المانيا بعد الحرب العالميه عملت ايه؟ امريكا اساس نهضتها ايه؟ هي البنيه الاساسيه، مش الطرق فقط، الطرق والكباري ده رقم واحد، وسكك الحديديه والنقل النهري والنقل البحري كل والمطارات، كل الكلام ده هو اللي بينقلك من مناطق سكنك الى مناطق شغلك الى مناطق تصديرك. كل الكلام ده هو البنيه الاساسيه. من غير بنيه اساسيه ما نقدرش نتحرك، من غير بنيه اساسيه ما نقدرش زي ما قلت لحضرتك تروحي شرق العوينات عشان تزرعي ولا تروحي توشكا، من غير بنيه اساسيه ما تقدريش تربطي مع الدول الجوار، الدول المحيطه. عايزه تروح السودان من غير طريق هتعملي ايه؟ او من غير نقل نهر هتعملي ازاي؟ عايزه تروح الاردن من غير طريق يوصلك لما لحد النويبع وثم وسيله نقل بحري من النويبع الى العقبه هتروح ازاي؟ عايزه تروح ليبيا الناحيه الثانيه هتروح ازاي من غير طريق او من غير سكه حديد؟ اذا علشان ننمو ويبقى عندنا فعلا تنميه شامله ومستدامه لازم بنيه اساسيه تربط الكلام ده كله. صحيح. ايه هو ايه الممر اللوجستي بقى عشان اقول لحضرتك ايه الممر اللوجستي ده؟ الممر اللوجستي ده بيبدا من منطقه انتاج سواء زراعي او صناعي او خدمي او سياحي او سكني، مرتبط بميناء بحري اساسا او ميناء بري للتصدير، يعني ميناء بحري او ميناء بري عشان اصدر منه او استورد منه مواد وخامات اوليه. بيربط منطقه الانتاج ده بالميناء دي وسيله مواصلات سريعه ومتطوره وامنه، سواء طريق هاي واي طريق رئيسي طبعا وعليه طبعا طالما بقى طريق حر طريق يبقى لازم عليه كل الكباري التقاطعات ادا، او وسيله نقل سككي قطارات سواء قطارات الديزل بتاعتنا اللي احنا بنطورها او قطارات بتاعتنا الكهربائيه اللي احنا مدخلينها جديد. مرورا بقى بايه هنا؟ انتاج وتصدير، مرورا بالمناطق السكنيه طبعا اللي موجوده، او مر بالموانئ الجافه والمناطق اللوجستيه. يعني لو جيت خدت ممر لوجستي واحد وانا دايما بركز عليه رغم ان كلهم مهمين، الممر السخنة، اسكندرية اللوجستي اللي مر بالعاشر من رمضان ومر بالقاهرة ووصل لحد من اسكندرية مهم جدا وقطر سريع وزي الفل، ولكن في ممر مهم جدا انا دايما بركز عليه وهو ممر العريش طابة. أيوه. العريش على البحر المتوسط وطابة على خليج العقبة على البحر الاحمر. العريش طابة ده هيجيب لي كل تجارة الدول العربية اللي بتتنقل الى اوروبا وعبر البحر المتوسط تنقلها الى العريش من العقبة في الاردن الى طابة عندنا ثم الى العريش عشان تصدر من العريش او شرق بورسعيد.